السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكو عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. في الفيديو ده هعلمك ازاي تاخد نسخة من كل التعريفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك وترجعها في اي وقت. طبعا كلنا بنعمل نسخ ويندوز وبتبقى بتجد صعوبة بعد كده في ان انت تنزل التعريفات او تثبت التعريفات على جهاز الكمبيوتر. انا النهارده باذن الله هعلمك في الحلقه دي ازاي تاخد نسخه من كل التعريفات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك، ولما تيجي تنزل نسخه ويندوز جديد هترجعهم في حوالي دقيقتين او 5 دقائق. لو انت حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهايه. الخطوه الاولى ان انا هفتح المتصفح بتاعي، تمام، واجي في محرك البحث هكتب درايفر باك واضغط على انتر. تمام كده تفتح معايا الصفحه ديت. هحمل البرنامج الصغير ده، هعمل له داونلود وانتظر الحديث ما الداونلود يشتغل. تمام، هي ثواني وهيبدا عمليه التحميل. زي ما حضرتك شايف كده هو برنامج صغير جدا كده، هنقفل الصفحه مش محتاجها. تمام، هعمل اغلاق، هدخل اجيب البرنامج من جوه واحطه على سطح المكتب عشان اوري لحضرتك ايه اللي انا هعمله. هو طبعا الملف مضغوط، هاخده قص احطه على سطح المكتب، اعمل له لصق، هبدا افك الضغط اللي موجود على البرنامج. تمام، هيفتح معايا بالصوره ديت. هفتح، هبدا اعمل له تكبير للايقونات بتاعته عشان تبقى واضحه لحضرتك. تمام كده اهوت، هغير بس عرض الايقونه. تمام، هبدا اشغله من الايقونه ديت، هضغط عليه 2 كليك، هقول له نعم وهنتظر. هيفتح معايا بالصورة ديت. هو هنا هيطلب مني ان انا لازم انزل برنامج اسمه نت فارما ورك، ده اللي هيشغل لي البرنامج. طبعا هقول له تنزيل هذه الميزة وتثبيتها، هنزله مفيش اي مشكلة خالص. هو هنا بيبحث عن الملفات المطلوبة، هيبدأ ينزل الملفات دي على جهاز الكمبيوتر بتاعي لحظات بسيطة ويتم تثبيتها وهيشتغل معايا البرنامج بدون أي مشكلة خالص. الحتة دي مهمة جدا، ولازم أنت تنزل اللي هو البرنامج اللي هو النت فارما ورك ده عشان البرنامج يشتغل معاك بمنتهى البساطة. لحظات بسيطة الحين انتهاء البرنامج من التنزيل والتثبيت على جهاز الكمبيوتر. زي ما حضرتك شايف كده مش هتاخد معاك وقت كبير. طبعا الموضوع يرجع لسرعة النت اللي موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر. هي لحظات بسيطة وهيتم التثبيت. وهنبدأ نفتح مع بعض البرنامج مرة تانية وناخد نسخة من التعريفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بالكامل. لو انت حابب تعرف ده تابع طبعا معايا الفيديو بدون ما تقدم او تسرع عشان تعرف كل حاجة وما يحصلش معاك خطأ وبعد تقول الفيديو فيه حاجة مش مظبوطة. لا، حضرتك بتبقى سرعت الفيديو او جريته، فطبعا في نقطة عدت منك. تابع معايا الفيديو للنهاية. طبعا انا بطلب من كل اللي بيشاهدونا ان هم يدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه. انزل دلوقتي بقى حط لايك جميل كده على الفيديو عشان انت هتستفيد منه استفاده كبيره جدا. هيبدا البرنامج بقى يثبت نفسه، اللي هي البرنامج اللي احنا حملناه من على النت عشان البرنامج اللي هو درايفر باك يشتغل. هيبدا عمليه التثبيت زي ما حضرتك شايف كده، لحظات بسيطه. زي ما حضرتك شايف كده ان هو بيقول لي تم تثبيت الميزه بنجاح. هضغط على اغلاق، تمام كده، واعمل ريفرش للصفحه بتاعتي. هدخل تاني على البرنامج، افتحه واضغط على اللي هو الايقونه ديت وابدا اعمل له عمليه ايه، تشغيل كمسؤول. اقول له نعم، البرنامج بقى دلوقتي هيشتغل معايا مفيش اي مشكله خالص. هنتظر بس لما يفتح معايا واوري لحضرتك ايه اللي احنا هنعمله. زي ما حضرتك شايف كده هو هنا فتح معايا، تمام كده. هقول له اللي هو كل الدرايفرات، هو هنا دلوقتي بيمسح عملية الدرايفرات. زي ما حضرتك شايف كده أرى كل التعريفات اللي موجودة عندي على جهاز الكمبيوتر. أنا كل اللي أنا هعمله إن أنا أقول له أول، يعني أعلم له على أول، يعني أعلم لي على كل التعريفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هنا ممكن أغير اللغة، يعني ممكن هنا تغير اللغة اللي أنت هتستخدمها، إحنا نخليها زي ما هي مفيش مشكلة خالص. تمام كده، وبعد كده هضغط على اللي هي كل التعريفات. طبعا خلاص كده انا متاكد ان هي تم تعليمها. اقول له ستارت بكاب، تمام، يعني اقول له بقى انت خد دلوقتي نسخه من كل التعريفات. تمام، هو هيفتح معايا النافذه ديت، ظهر كل التعريفات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعي. انا هبدا اخد نسخه منها.
الاول هحدد مكان النسخه دي انا هحطها فين. طبعا لازم تحدد مكان غير بارتيشن سي، لان انت لو حصل مشكله عندك في الويندوز وهتنزل ويندوز جديد هينزل على سي، يبقى كل اللي عليه يتمسح، فانت اختار بارتيشن تاني. طيب انا هعمل الموضوع دلوقتي على سطح المكتب عشان اوريه لحضرتك. بس هعمل انشاء مجلد جديد، تمام كده؟ هيظهر معايا مجلد جديد دلوقتي على سطح المكتب، اقول له تسميه، اقول له تعريفات، تمام؟ زي ما حضرتك شايف كده ظهر في البرنامج على طول اللي هي كلمه تعريفات، اقول له موافق، يعني انا كل التعريفات ده اخدها في قلب اللي هي البارتيشن اللي عملته على سطح المكتب. بعد ما اخلص خالص هدخل هذا المجلد اللي فيه التعريفات كلها في مكان بعيد عن بارتيشن ستي. هضغط هنا على اللي هي الخيار الاخير ده، هاخده عشان يساعدني بعد كده في استرجاع النسخه، وبعد كده اقول له ستارت باك اب، واضغط على ستارت باك اب، تمام كده؟ هيبدا يسحب نسخه كامله من كل التعريفات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعي او على اللابتوب، سواء بقى تعريف كارت الشاشه اللي هو كارت الصوت اللي هي كروت الالعاب، لو عندك تعريفات انت حاططها على جهازك للماوس للكيبورد لاي شيء انت معرفه على الكمبيوتر هو هيسحب منه نسخه، مثلا الوايرلس، اليو اس بي، مثلا البلوتوث، كل التعريفات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك هو هيسحب منها ايه نسخه، تمام؟ كل اللي انا اعمله بس ان انا بنتظر لحد ما يخلص. لو انا فتحت كده هنا حضرتك هتلاقي ان هو فعلا بدا عمل لي نسخه من التعريفات. بص حضرتك في نسخه كامله من التعريفات، مساحتها حوالي 719 ميجا، تمام كده؟ اهوت هبدا هو هنا خلص، تمام كده؟ هقول له اوكي، كده هو بالظبط عمل لي نسخه كامله من التعريفات، اصبح موجود عندي نسخه بالكامل من التعريفات اللي موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعي. طيب انا بقى لو عايز ارجع النسخه ديت، انا دلوقتي خلاص خدت نسخه حطيتها في مكان امين، عملت دلوقتي مثلا نسخه جديده من الويندوز وعايز ارجع التعريفات كلها مره واحده بدون ما اتعب نفسي، منشان انا ابدا اعرف قطع قطع الجهاز، ممكن قطع تكون مش موجوده او محتاج اتصال بالنت، لا خلاص انا سحبت نسخه من التعريفات عايز ارجعها بقى. نفترض ان احنا دلوقتي عملنا نسخه ويندوز جديد وعايز ارجع النسخه بتاع التعريفات، هتروح بقى هقفل بس البرنامج عشان اوريه لحضرتك من الاول، تمام كده؟ هفتح اللي هو البرنامج، تمام، هدوس على درايفر باك، اقول له نعم، هيفتح معايا، هنتظر لحد ما يفتح معايا، تمام كده؟ اهوت بيقرا طبعا كل التعريفات اللي موجوده على الجهاز بتاعي. انا عايز بقى ارجع النسخه اللي انا واخدها، حضرتك هتروح واخد الخيار الثاني اللي هو باك اب، تمام كده؟ اهوت هيطلب منك طبعا ان انت اوبن فايل، يعني الفايل اللي هي التعريفات دي انت شايلها فين، فاقول له اوبن باك اب فايل، يعني حدد له مكان النسخه انت شايلها فين. طبعا انا لسه حاططها على سطح المكتب، اروح على طول ضاغط اقول له دي موجوده على سطح المكتب، اضغط، شايف الملف اللي انا خدته ده؟ ده اللي هو يرجع بيه، اقول له اوبن، تمام كده اهوت، واروح ضاغط على طول على ريستور. طبعا انا مش عايز اعمل الخطوه دي دلوقتي لان انا جهاز الكمبيوتر بتاعي لسه عامل عليه تعريفات ما فيهوش اي مشكله، ولا انا هسطب نسخه ويندوز. قبل ما تعمل اللي هو ريستور لازم تضغط على اول، يعني علم له كل التعريفات، يعني كل التعريفات اللي موجوده عندك لازم تكون ايه ما هترجعها كلها، فتروح ضاغط على اول، تمام كده اهوت، وتروح ضاغط له على ريستور. انت ممكن تعلمهم بقى واحده واحده، مفيش اي مشكله خالص، اهي علم له على كل التعريفات عشان ترجع كلها، تمام. بعد ما تنتهي انت توضع علامه اللي هي السلكت دي، علامه الصح، تضغط على ريستور، علم له انا عليهم كلهم مفيش اي مشكله خالص، علم له عليهم كلهم، تمام كده. طبعا انا عشان مطولش الفيديو عليك، انت هتعلم عليهم كلهم علامة صح، وبعد ما تعلم عليهم علامة صح هتروح تضغط على ريستور، تمام. في حوالي 5 دقايق بالظبط هيتم استرجاع كل التعريفات اللي كنت انت واخد منها نسخة على جهاز الكمبيوتر بتاعك بمنتهى البساطة. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهارده هيكون انتهى، نرجو ان انت تكون استفدت منه وتعلمت شيء جديد. متنساش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.